غدا منشط المصري اليوم بيتحدث عن لقاء بين السيسي ومحلب، ويقول المنشط زي ما هنشوفه على الشاشة أن السيسي بحث مع محلب حكومة ما بعد الانتخابات. المشير التقى رئيس الوزراء واقترح وزارة للإشراف على قطاع الأعمال. معي على الهاتف سيادة سفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، ويا ريت يا جماعة يكون معانا على الشاشة منشط المصري اليوم. سيادة سفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. ما مدى دقة هذا الخبر؟ الخبر ليس له أي أساس من الصحة، حيث لم يلتقي السيد رئيس الوزراء مع أي من مرشحي الرئاسة الانتخابية رئاسة الانتخاب. لم يلتقي السيد رئيس الوزراء مع أي من المرشحين، لا المشير السيسي ولا صباحي؟ نعم، لم يلتقي بأي منهما على الإطلاق. بس الخبر فيه تفاصيل يا سيد سفير، يعني بيتكلم على علمة المصر اليوم ان كذا، قد ان فلان المشير المرشح لرئاسة الجمهورية التقى المهندس محلب قبل ايام لمناقشة متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية التعامل معه، اكدت مصادر ان السيسي تطرق خلال لقاء المستقبل الحكومة حال فوزه بكذا، وكل ده تفاصيل، دول 4-5 باراجرافات يعني. نعم، انا اطلعت على الخبر كما ذكر في احد المواقع، ولكن استطيع ان اؤكد مجددا انه ليس له اي اساس من الصحة. وأود في هذا الخصوص أن أشير إلى أهمية توخي دقة المعلومات، وبخاصة في تلك المرحلة الهامة جدا التي يمر بها الوطن. طبعا هو الحقيقة أنه يبقى خبر برضو عليه، يعني إحنا الحقيقة تساءلنا حوله، لأنه رئيس الوزراء لا يجب أن يلتقي، وأنا كان في لقائي بالأمس معاه حتى لم يذكر أي شيء طبعا من هذا القبيل، ولا يجب على الإطلاق أن يلتقي بأي من المرشحين. طيب معي على الهاتف، أرجو أن تبقى معي سيد سفير، معي على الهاتف أيضا أستاذ علي السيد رئيس تحرير جريدة المصري يوم. طيب خط قطع. طيب أشكرك سيد سفير حسام القويش. إذن مجلس الوزراء ومتحدث باسم مجلس الوزراء ينفي الخبر، وحنحاول نتصل بمصر اليوم لمعرفة الخبر. إذن ينفي خبر أن السيسي قد التقى بمحلب ولترتيبات الحكومة. الحقيقة أنه ما يصحش أبدا أنه السيد رئيس الوزراء يلتقي بأي من المرشحين، وإن ده كلام يعني على أساس أنه المشير السيسي واثق في النجاح فبالتالي بيلتقي بالوزارة، يعني موضوع برضو. طيب بس الحقيقة انه المراسل اللي كاتب ده محرر شاطر، منصور كامل محرر شاطر، وهو محرر في مجلس الوزراء، فبرضو عايزين نفهم ايه الموضوع. يا ريت نتصل يا جماعة برئيس تحرير المصري اليوم. طيب هو الخط قطع، فهنحاول نتصل به مرة اخرى لان ده مهم جدا، ويقوي زميلنا منصور كامل، لان منصور صحفي شاطر وصحفي معروف يعني عندنا احنا في قطاع الصحافة. طيب لكن هذا هو الخبر. طيب حتى يجي لنا الاستاذ علي السيد، الحقيقه كان في خبر منذ قليل انه الشاب اللي احنا يعني دافعنا عن سفره، عبد الله عاصم على ما اذكر اسمه، اللي لقب به المخترع الصغير، اللي كان قبض عليه ببعض الاتهامات، منها حرق، وجات لي اتهامات بحرق سيارات للشرطه والجيش وغيرها، وكان تم القاء القبض عليه في ميدان التحرير، واحتجز لمده 15 يوم تحت التحقيقات، ثم بعد ذلك أفرج عنه وجاي يسافر لمسابقة إنتل، لكن كان ممنوع من السفر، ثم أصدرت النيابة بيان قالت إن هي ما منعتوش من السفر، وإحنا يومها ناشدنا كل الجهات المعنية أن تسمح للشاب بالسفر إلى مسابقة إنتل عشان ما نوقفش قدام حد، وقلنا عايزين عبد الله معانا مش ضدنا، ما تخلوش جوه عبد الله حالة من الغضب. عبد الله النهارده ما رجعش مع البعثه اللي كانت راجعه، برغم ان هو اتصل بيا وقلت له عبد الله يعني ما تخذلنيش، قال لي لا يا استاذه اخذلك ايه، انا راجع، وانا كان عندي شك ان عبد الله راجع، وقلت الكلام ده، قلت يرجع او ما يرجعش، لكن احنا قمنا باللي في ضميرنا. عبد الله ما رجعش، والاسوأ من ده ان عبد الله طلع على الجزيره المشبوهه وقال انه والله انا اصلي ماليش مستقبل في مصر، وما رجعش بلد ماليش فيها مستقبل. طيب الناس كلها بتقول شفتي الراجل اللي انت دفعت، شفتي الشاب اللي انت دافعتي عنه، شفتي الاخوانجي اللي كذا كذا، اقول انا ما اعرفش اخوانجي ولا مش اخوانجي، انا بدافع عن شاب مصري. والحقيقه ان انا ضميري مستريح جدا، لاني ادافع عن مبدا
هذا الشاب ما كانش التهم عليه ثابتة، وكان لسه في تحيات ولسه في قضية والموضوع كان طويل. ولو كانت هناك تهم ثابتة ما كانش السيد وزير الداخلية تدخل بنفسه لأن هو يسمح له بالسفر، وما كانتش النيابة أخلت سبيله. إذن جهات التحقيق كلها مقتنعة أن الشاب تحت التحقيقات، الشاب بيجري التحقيق في أمره، وما عندناش حاجة ثابتة قوي بتقول والله أن هو مجرم أو أن هو ارتكب هذا الجرم. لكن مرة أخرى أنا بقول أننا أنا والدولة المصرية قمنا بما يرضي ضميرنا. مش غلطتك أبداً أنك تمد إيدك تساعد واحد كنت حاسس أنه هو في حفرة وبتديله أمل حياة وتقول له أنا هساعدك، فتمد إيدك فيضربك في ظهرك عشان يوقعك في نفس الحفرة. مش غلطتك أبداً، وده الحقيقة مبدأ في الحياة، أنك تدي واحد مثلاً 10 جنيه تحس أنه محتاج فتديله 10 جنيه فروح يشتري بيها مخدرات، دي مش غلطتك. الدفاع عن المبدأ وعن القيم وعن حرية الناس وعن دي كلها مبادئ نفضل ندافع عنها حتى لو ارتكبنا أخطاء، أو حتى لو اكتشفنا اللي احنا دافعنا عنه ده ما يستاهلش، وان اللي احنا دافعنا عنه ده طلع ندل، وان اللي احنا دافعنا عنه ده خذلنا. في النهاية مين هو عبد الله؟ احنا عندنا 90 مليون عبد الله، بس احسن من عبد الله واجدع من عبد الله، وعيلته عرفت تربيه عن عبد الله، اللي عيلته تعهدت قدامي ان هم ان هو هيرجع، عيلته عارفه كويس قوي ومرتبه كويس قوي ومظبطه كويس قوي، وعارفه ان امريكا، لان عبد الله ماهوش جواز سفر على فكره، عبد الله سحبت اوراق سفره ووثيقه سفره في امريكا، يبقى هو مرتب مع امريكا بقى. مش غلطتنا ابدا على الاطلاق ان احنا ندافع عن مبدا وبعدين هذا يطلع بلا مبدأ. راح عبد الله في 60 سلامة، ولا يهمنا، مصر فيها مليون حد أجدع وأحسن وأنضف ويستاهل يعيش في البلد. أنت مش شايف أنها بلد تستاهل؟ إن شاء الله معنك رجعت، إن شاء الله معنك رجعت. الناس كلها بتقولك انتربول ونجيبه، لا 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 لا، ما يستاهلش نصرف مليم ندور عليه. عارفين يعني ايه؟ ما يستاهلش نصرف مليم. هل انا ندمانه ان احنا عملنا كده؟ هل انا ندمانه ان احنا طالبنا ويعني انحزنا لمبدا ان شاب بياخد حقه؟ لا مش ندمانه، وممكن اعملها مره وتاني وعشره، لان انا مؤمنه بالمبدا، بندافع عن الحريه، بندافع عن حق الشاب ان هو يجد فرصه، بندافع عن مبادئ اساسيه طالما لم يثبت عليه جريمه، بندافع عن كل ده. هم يطلعوا بقى خونه، هم يطلعوا مجرمين، هم يطلعوا مظبطين مع دول تانية وعملة. عبد الله كفاية ان انت عمرك ما هترجع مصر، عارف يعني ايه؟ عمرك ما هترجع مصر، افضل بقى هناك او روح قطر، دي نتيجتك ومصير اهلك كلهم كمان. طيب معايا على الهاتف استاذ علي السيد رئيس تحرير مصر اليوم. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا استاذه، اهلا بيك. احنا انا صممت ان احنا نتصل بيك لان السيد السفير حسام قويش كان في مداخله منذ قليل ونفى تماما منشدتكم، اللي انا عارفه ان طبعا منصور كامل صحفي ايضا شاطر اللي انتم بتقولوا فيه ان السيسي بحث مع محلب حكومه ما بعد الانتخابات، ماذا تقول في ذلك؟ يعني انا الاول الحقيقه لا اتصور الحقيقه ان الحكومه تتخض بهذا الشكل من خبر زي ده او يبقى فيه نفي. المنصور الحقيقه الخبر جالنا بعيدا عن مجلس الوزراء، مش من مجلس الوزراء، وانا قلت حتى للسيد رئيس الحكومه احنا بنحترمه وبنقدره، وتجربته هي تجربه عظيمه رغم انها في شهور قليله، وهو الحقيقه اثبت انه اكثر كفاءه من الوزراء الاقتصاديين واكثر كفاءه. لكن من نرجع تاني بقى للخبر لكن انا بقول لحضرتك لكن ما هذا الخبر وفي الحقيقه احنا معلوماتنا ومصادرنا مؤكده من خارج مجلس الوزراء انه هذا الكلام تم. احنا لا هدفنا نحرج رئيس الحكومه ولا هدفنا نحرج حد بشكل عام، احنا متاكدين من يعني انت بتقول لي انك متاكد ان هذا اللقاء قد تم. واحنا الحقيقه الموضوع مش داخلين معركه مع حد، يعني مش طرف في الموضوع رئيس الحكومه او حتى حمله السيسي، يعني حتى لو كان هناك مناقشات، ايه العيب في انه يكون في مناقشات لما بعد لو حصل ان هو فاز ما يبقى عامل حساب؟ يعني هو انت عارف طبعا انه ما يصحش وما ينفعش، لان هو هذا اللقاء لا يجب ان يتم بصراحه. يعني انا عايز اقول لحضرتك على الحقيقه اللقاء اللي ممكن يبقى فيه حرج انه الحكومه تدعم حمله السيسي،
لكن اذا كان في منافسه لما هو كمان في مشكله ما يمكن ان يتم في المستقبل، انا مش شايف انه في حرج على الاطلاق. طيب يعني عموما ده اختلاف في وجهات النظر، لكن انا حبيت ان احنا نسمع وجهه نظرك. جريده المصريون جريده عزيزه علينا ومصداقيتها مهمه بالنسبه لنا. بشكرك استاذ علي السيد، استاذ علي السيد رئيس تحرير المصريون متاكد من الخبر. استاذ حسام قويش بينفي تماما هذا الخبر، السفير المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. إذن دي كانت فقرتنا عن مشاركة المصريين في الخارج. بشكركم مرة أخرى، فاضل يوم يا جماعة، وأنا عارفة أن على آخر اليوم واحتمال على بكرة بإذن الله هنكون تعدينا الأرقام اللي إحنا بنتكلم عنها. بحي كل مصري كل مصرية الحقيقة راحوا وركبوا طيارات وركبوا عربيات أو وقفوا في الحر أو وقفوا في الشمس أو في الرطوبة، ودلوقتي دورنا جه، دورنا ان احنا ننزل. احنا عايزين يوم 26 و27 يعني يوم الاثنين والثلاثة الجايين، خلاص يوم 26 عايزين نبقى 26 مليون، رقم كبير، لكن خلونا دايما نحلم ان احنا نحقق الرقم الكبير. يوم 26 عايزين نبقى 26. مدد 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 باذن الله هنزل، ننزل عشان بلدنا، مدد مدد عايزين البلد تمشي، فان شاء الله ننزل الانتخابات. الله هننزل يابا عشان عيالنا يا ابني تشتغل، كانوا شغالين تبع السياحه والسياحه وقفت اهي. هشطب يوم كامل عشان اروح اقعد بصوت شارج عشان الفوضى اللي احنا فيها والقلق كل شويه وزهرات ووتله عشان الامن والامان وعشان ولادنا يلاقوا شغل وعشان الحياه يبقى فيها رخاء. مقاطع انا نزلنا 6 مرات. قلنا ننزل ليه؟ ننزل عشان بلدنا، عشان الشباب العطلانه، عشان ربنا يسهل يجي لنا رئيس حلو يعدل بين الناس، عشان ربنا يصلح الحال وينجي عيالنا من كل حاجه وحشه، عشان نضمن الحريه والعداله الاجتماعيه والامن والامان، عشان ظروف البلد اللي احنا فيها دي تتصلح تبقى كويسه. الرئيس اللي هيمسك البلد لازم يحس بالمواطنين ويحس بالبشر.